السلام عليكم إخواني أخواتي مرة أخرى، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كيف ما كتشوفوا إخواني، اليوم احنا الآن احنا في الدخلة ديال المركز نزالة بني عمار اللي جا في طريق فاس. على ما أظن مركز نزالة بني عمار، المعلومة ما تأكدتش منها، ولكن ربما كينتمي لعمالة تاونات على ما أظن. مركز نزالة بني عمار صغير، ماشي واحد فيلاج، جا صغير، جا في الطريق. وهذا اللي داخل فيه، مشهور بالماكله ديال الكفته حتى هو كذلك. دوك مولين الكاميونات ومولين البيع والشرايا كيوقفوا هنا في الليل كيتعشاو. تابع لدائرة زرهون. وهذا في غير هذا الممر، هذا فيش بزاف. صافي، احنا خرجنا من نزالة بني عمار.